بالمناسبة عايزين نعرف حضراتكم إن كان في مجموعة أخبار كتير نسبيا عن إصابات نجوم في مجموعة من الفرق العالمية. للأسف الشديد هنبتديها بمحمد النني، يعني ما كناش نتمنى إن النني يكون من ضمن قائمة الإصابات. امبارح أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعرض محمد النني لإصابة قوية في الركبة هتتسبب في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب، وقال بيان رسمي للنادي إن ده حصل بعد إصابة تعرض لها في جلسة تدريبية وإنها إصابة خطيرة في ركبته اليمنى. النني بالفعل أجرى عملية جراحية في لندن وإن شاء الله يعني يتم شفاؤه عاجلا بإذن الله، ولكن بموجب هذه الجراحة هيتم استبعاده من حسابات الفريق لفترة طويلة. يمكن لم يعني يحدد بيان أرسنال مدة الفترة اللي هيغيب فيها النني بشكل واضح أو دقيق، لكن قال سيتم يعني وضع جدول زمني أكثر تفصيلا بمجرد الانتهاء من المراحل الأولى من إعادة التأهيل للعب، وكل شخص في النادي سيقدم كل الدعم للنني ويعمل بجد حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن. طبعا بنقول لمحمد النني مليون سلامة عليك وإن شاء الله يعني يرجع بالسلامة سريعا. بالمناسبة هو كان سبق كمان وغاب لعدة أشهر في مطلع الموسم الجاري عن الملاعب بسبب برضو إصابة قوية تعرض لها وقتها، ولم يتم في ذلك الوقت الكشف عن تفاصيل هذه الإصابة، لكن اللي حصل أنه رجع في نوفمبر الماضي يلعب مرة تانية، وإن شاء الله يرجع مرة تانية برضو سريعا جدا، وإن شاء الله خير. يعني الواحد بيزعل لما بيسمع أخبار مش لطيفة، وخصوصا أخبار الإصابة لأي حد من لاعبتنا المصريين المحترفين في الخارج، لكن إن شاء الله يعود بالسلامة بسرعة. هو في إصابات كتيرة الموسم ده في كل أنحاء العالم، كمان لو هتكلم عن PSG باريس سان جيرمان كمان أعلن عن إصابة نيمار، ومانشستر يونايتد كمان عن إريكسن. يعني في إصابات إلى حد ما برضو شوية بتكون ملهاش لازمة يعني في الوقت الحالي، إن كل العالم بيشهد دلوقتي مواسم صعبة أو تنافسية فيها شديدة.